بصوا بقى، احنا الاسبوع اللي فات شفنا مش رياح خمسينيه، احنا شفنا عواصف ترابيه انا ما شفتهاش في عمري كله. ال 48 سنه اللي فاتوا دول انا ما شفتش اللي شفته يوم الجمعه اللي فاتت. حاجه كان جمعه ولا خميس؟ والله ما انا فاكر، كان خميس. الدنيا ضلمت من التراب يا اولاد. اه والله. وبعدين دلوقتي هيئه الارصاد بتقول خلي بالكم رياح خمسينية مثيرة للأتربة بنهاية الأسبوع. ده بقى يلزم عليه أن 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 أن. طيب خلونا ناخد معانا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ازيك يا دكتور منار؟ أهلا بيك أستاذ يوسف، وأهلا بكل السادة المشاهدين. هو احنا هنشوف اللي شفناه الخميس اللي فات ولا إيه؟ هو هنشوفه بس مش بنفس الشدة، يمكن كمان ذروة الحالة الجوية هتبقى الخميس اللي جاي إن شاء الله بعد غد. هيبقى في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، هيكون في اتربه ورمال مصاره، وهيكون كمان في سقوط امطار متفاوته في الشده ورعديه، لكن مش بالضروري تكون بنفس الشده اللي احنا شفناها الخميس الماضي، وان شاء الله تكون اقل شده، لكن طبعا هيكون في منخفض جوي خمسيني موجود في الصحراء الغربيه هياثر علينا بارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. العظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 38 39 درجه مئويه فتره النهار، المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد 44 ل 45 درجه مئويه، بالتالي الارتفاع الملحوظ واجواء شديده الحراره فتره النهار. ايضا المنخفض الجوي ده هياثر على المناطق الداخليه، يمكن هو هيبدا غدا الاربعاء ان شاء الله في اقصى غرب البلاد، ده هيكون في اتربه ورمال مصاره وتدهور رؤيه افقيه في الصحراء الغربيه وفي السلوم ومطروح وسيوه، مع يوم الخميس المنخفض يبدا يتقدم للمناطق الداخليه، فمعناه ان هيكون نشاط للرياح سرعاته ما بين 35 الى 45 كيلو متر على الساعه مناطق الصحراويه، وهيؤدي لسقوط الرمال والاتربه في اغلب محافظات الجمهوريه وخاصه المحافظات ظهير صحراوي بشكل كبير، الصحراء الغربيه، سواحلنا الشماليه الغربيه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد ومدن القناه، والاتربه والرمال المصاره هتؤدي لانخفاض وتدهور رؤيه افقيه خاصه على الطرق الصحراويه والاماكن المكشوفه. كمان مع الاتربه هيكون في امطار، والامطار دي هتكون متفاوته الشده واللي وارد ان هي تكون رعديه في بعض الاماكن، والسحب الرعديه دايما بيكون معاها بعض الرياح الهابطه اللي بتزود سرعات الرياح وبتزود شده الاتربه والرمال المصاره. وان شاء الله مع يوم الخميس تكون في استمرار للحاله الجويه لكن بصوره اقل من يوم الجمعه، بعتذر، تكون في استمرار للحاله الجويه لكن بصوره اقل من اللي هتحصل الخميس، ومع مساء الجمعه والسبت يكون في تحسن في الاحوال الجويه. لكن برضه ناكد ان احنا في الخريف بيحصل تقلبات جويه حاده وسريعه، بيحصل تغير في خرائط الطقس في التنبؤات الجويه، فناكد مره اخرى مع حضراتكم ومع الساده المشاهدين سرعات الرياح وشده الحاله الجويه غدا الاربعاء ان شاء الله، الحاله الجويه المتوقعه يوم الخميس لانها هتبقى الذروه باذن الله. بس ناخد بالنا طبعا مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه لو احنا. طب دكتور منار، ده كلام جميل، خلينا اخش في الكلام العملي. مدى الرؤيه يوم الخميس قد ايه؟ هو مدى الرؤيه يوم الخميس هينخفض وهيتدهور، لكن احنا ما نقدرش إيه؟ نقول دلوقتي ما استاذ يوسف، ما يعني الخميس اللي فات يضغير. لا ما انا واحده واحده بس، الخميس اللي فات في بعض الاماكن كويس كويس، الخميس اللي فات كنتوا حضراتكم محددين مدى الرؤيه، قلتوا يا جماعه مدى الرؤيه مش عارف هيبقى قد ايه على الطرق المفتوحه وهيبقى قد ايه كذا، حددتوا مدى الرؤيه. انا سؤالي هو مدى الرؤيه الخميس ده هيبقى قد ايه؟ لانه الناس اللي هتسافر عايزه تعرف، مثلا الناس اللي هتروح اشغالها عايزه تفهم، الناس اللي بتاخد الطرق الدائريه والطرق السريعه عايزه تعرف. طيب هو مدى الرؤيه هينخفض بشكل كبير خاصه في الطرق الصحراويه واللي ممكن يوصل لاقل من 1000 متر، يعني ممكن مدى الرؤيه على الطرق الصحراويه تحديدا والطرق السريعه يوصل لاقل من 1000 متر، ده يوم الخميس تحديدا. فناخد بالنا من انخفاض الرؤيه الافقيه، وخاصه كمان في بعض الاماكن اللي هيكون معاها سحب رعديه ممكن مدى الرؤيه ينخفض كمان عن 1000 متر لو في سحب رعديه ومعاها رياح هابط. طب مش هو ال 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 هينزل مطر ولا مش هينزل مطر؟ هيبقى موجود مطر لكن كميات الامطار هتبقى خفيفه، مش هتاثر بشكل كبير على الحاله الجويه، يعني انا مش هتهبط التراب، يعني الامطار بتهبط التراب، هو بالفعل في بعض الاماكن هتهبط التراب شويه، لكن هيكون ايضا الاتربه موجوده، ممكن بعد الاتربه ما تكون موجوده يحصل المطر فتهدي الدنيا شويه، فعشان كده احنا بنقول هيكون في تحسن او الحاله الجويه اقل يوم الجمعه، ومع انتهاء يوم الجمعه الحاله الجويه تتحسن وتبقى الاجواء مستقره بشكل. طيب درجه الحراره يوم الخميس اللي فات كانت كام طبقا للهيئه؟
طاقة اللي احنا سجلناها الخميس الماضي وصلت 39 درجة مئوية، والجمعة وصلت ل41 درجة مئوية. طيب سؤال بقى، ليه درجة الحرارة بتبقى على الترمومترات بتاعت العربيات أكتر من كده 4-5 درجات؟ يعني 39 دي عندنا، وأنا الترمومتر بتاعي ابن لذينة بصراحة حقيقي يعني، كانت عاملة 43.5. تمام، ده طبيعي جدا. ليه؟ لان احنا درجه الحراره اللي احنا بنقولها في نشراتنا كلها هي درجه الحراره المقاسه في الظل تحت شروط ومقاييس معينه وضعها المنظمه العالميه للارصاد الجويه، لكن درجه الحراره اللي احنا ممكن نحسها في الشارع نتيجه تعرضنا لاشعه الشمس المباشره بتختلف عن القيم دي وبتكون اعلى طبعا. ازود قد ايه؟ العربيه لو موجوده ممكن نزود مع التعرض المباشر لاشعه الشمس ممكن تتراوح من 3-4 درجات. وجود نسب رطوبه في الجو تخلينا كمان نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره. طبعا لو انا موجود تحت اشعه الشمس وراكن العربيه في اشعه الشمس اكيد المكان ده هيبقى فيه تعرض لاشعه الشمس بشكل كبير، فالمكان ده هيبقى ادفى واسخن طبعا من الاماكن اللي ما فيهاش اشعه شمس. فهنزود بس على حسب مده التعرض لاشعه الشمس، الوقت اللي هتعرض فيه لاشعه الشمس، يعني فتره الصبح مش هتكون زي فتره الظهيره. فهي بتختلف من منطقه للثانيه، بتختلف من مده التعرض، وقت التعرض، وجود نسب الرطوبه، وجود سرعات رياح ممكن تاثر كمان على درجه الحراره. عشان كده احنا دايما اللي احنا بنقولها في نشراتنا هي درجه الحراره المقاسه في الظل، درجه حراره الهواء لو انا موجود في الشارع او تحت اشعه شمس مباشره او في نسب رطوبه اكيد المحسوسه بتبقى اعلى من القيم دي. خلينا نقول بقيم تتراوح من 3-4 درجات يعني تقريبا كده في بعض المحافظات. باذن الله. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور منار، كل الشكر دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. يعني بصوا يا جماعه من الاخر، درجه الحراره احسب عليها زياده كده 3-4 درجات عشان بس تبقى عامل حسابك. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، هو في أتربة بس هي أقل من الأسبوع اللي فات. أدي كل القصة.